النهارده ذكرى ميلاد زعيم المسرح الكوميدي الفنان نجيب الريحاني، واللي قدم مسيره فنيه كبيره جدا خاصه في المسرح، وكمان عدد من الاعمال السينمائيه اللي قدمها وتعلق بيها الجمهور بشكل كبير. في مثل هذا اليوم ولد زعيم المسرح الكوميدي، عاشق الفن، الشهير بكشكش بيه، الضاحك الباكي نجيب الريحاني. ولد نجيب إلياس ريحانة الشهير بنجيب الريحاني في حي باب الشعرية لأب عراقي وأم مصرية. اشتهر بقدرته على إلقاء الشعر العربي، حيث كان من أشد المعجبين بالمتنبي وأبو العلاء المعري، كما أحب الأعمال الأدبية والمسرحية العالمية. بعد إتمام دراسته عمل موظفاً في شركة السكر في نجع حمادي، لكنه سرعان ما ترك الوظيفة من أجل الفن والتحق بفرقة جورج أبيض، وكانت أول مسرحية يظهر فيها هي صلاح الدين الأيوبي. بعد سنوات تنقل فيها بين الفرق والمسارح والتجارب التي أبدعت شخصيات خيال الظل وكشكش بيه، أسس نجيب الريحاني مع صديق عمره بديع خيري فرقة مسرحية عملت على نقل الكثير من المسرحيات الكوميدية الفرنسية إلى اللغة العربية، ليؤسس نوعاً مختلفاً عن السائد من مسرحيات درامية في ذلك الوقت. طاف بفرقته العديد من البلدان العربية بصحبة رفيق دربه الشاعر والكاتب بديع خيري، وقدم العديد من الروايات المسرحية الناجحة المنافسة مع فرقتي علي الكسار ويوسف وهبي. انتقل نجيب الريحاني إلى شاشة السينما، وكانت البداية عام 1937 مع فيلم سلامة في خير، سيناريو وحوار بديع خيري وإخراج نيازي مصطفى، ليتذوق طعم النجاح على شاشة السينما، ويتبعها بعدد من الأفلام الناجحة منها لعبة الست مع تحية كاريوكا، سي عمر مع عبد الفتاح الأسري، وأبو حلموس مع ميمي شكيب، وأحمر شفايف مع سامية جمال. توفي الريحاني عام 1949 بعد إصابته بمرض التايفود، وذلك أثناء تصوير فيلم غزل البنات، وهو ما أجبر أنور وجدي على تغيير نهايته، ولاقى الفيلم نجاحاً كبيراً واختير من أحسن الأفلام التي عرضت في تاريخ السينما المصرية.